لو الحكاية فيها إن فيتو عايزين نصلح حال البلد بقى، كلنا تعبنا وقلبنا بيتقطع كل يوم على الشهداء اللي بيموتوا، فلازم على ده اقل واجب نعمله. ربنا يديك الصحه، ربنا يديك الصحه. أستاذة ليلى ميخائيل مديرة مدرسة بدر الإعدادية، أولا ألف مبروك على النتيجة المتميزة. حرص سيادتك النهاردة على المشاركة في انتخابات هذا العرس الديمقراطي. هو يوم عرس زي ما حضرتك قلت، ربنا يكمل ويكلل بالنجاح إن شاء الله. يلا بالتوفيق إن شاء الله. ألف ألف مبروك بالتوفيق. تفضل تفضل. ايه وراك اهي، المصرية الكبيرة، المصرية ايه؟